aşkın olmasa ölüm gelir. الرقم المطلوب مغلق حاليا يرجى المحاولة لاحقا. صحة وأنا خاليه. شكرا جوهر. خاليه بتأمرني بشي من برا؟ خير ليش؟ وين رايح حضر جنابك؟ رايح شوف زينل. بدنا نحكي مع كم شوفير لنشوف شلون الشغل. رايح أنت لعنده هيك بدون شي؟ يعني فرضت قواعدك؟ خالي خليني روح اسمع. بدي اسمع شلون أصداء شغلة لالا زارة بالوسط. وأنا بروح خالي. خليني ثم ثوية هوا. وبتبلش تشرح للناس عن البنوك. ما بدي لهلأ عم يحكي بموضوع البطاقة؟ معلوم. ايه خالي انا ثقف بطاقتي قليل كتير. اوه انا رايح خالي. ابني خالك عطاك سقف مفتوح، شو بدك أكتر؟ منين بيعرف هذا الثي ابن أفريقيا؟ منين بيعرف هذا الثي ابن أمريكا؟ خاصة تبع الأسكيمو، منين بيعرف؟ ابني بحياتك ما رحت بلد اسطنبول، لك قطر شو هاي؟ ده هيك ما بقدر روح. لو عندي سقف أعلى بسوي كنت بدور العالم كله. أنت عالمك أنا. إذا بدك تدور فيك تدور حوالي. شغل معلم عبد الحي لحاله بكفي، رفيقه القديم هذا الزلمة قوص علينا، الله أعلم شو عامل كمان. ميماتي بالنتيجة الزلمة ندم وضحى بحياته من شاننا. جرمال خاطر عبد الحي، ليش مين هو اللي يقدم لنا حياته؟ أنا ما حبيته. اغفر لنا ذنوبنا يا رب، لا تجعل كفة ذنوبنا ترجح على كفة حسناتنا. ارحمنا يا رب فرحمتك علينا نور في طريقنا الصعب. سبحان ربك فهو رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يرحمه. الله يجعل مسواجه. الله يرحمه. العمر إلكم. تسلم عمرك. تسلامة عمركم. الله يرحمه العمر إلكم. الله يخليك تعيشي وتترحمي. شو أمي؟ ما بدنا نروح؟ انتوا روحوا.
أنا بقياني هون بقرانه شوي عن قبل. خلص أنا بودي يا معلم. معلم لكان خلينا نروح على السجن. ولا شو بدنا نروح على السجن؟ معلم هي مرتك وكاتب كتابك عليها. إيه بس أبوها رح يروح وياخدها. مرتك الكاتب عليها؟ مبارح تجوزنا بالسجن أنا وإنجي. وأنا ليش مالي خبر؟ في شي؟ حابب تكون شاهد؟ صارت القصة بسرعة عبد الحي. أنت اهتم بأمنا. الرقم المطلوب مغلق حاليا، يرجى إعادة المحاولة. الرقم المطلوب مغلق حاليا، يرجى. يلا أمي يلا نروح. أمي أنا رايح هلا، عندي شوية شغل، راح أبعتك عبيت بابا عمر. معلم ودي عبيل أبي إذا بتريد. تكرم أخي. أهلين عمران. معلم كاشف أغلو غشل عند المكارع كتير حلو، خليك عندك احنا جايين دغري. ميماتي كاشف أغلو رح يلتقي بابنه لكارا. ومنقابله نحن كمان، يا ريتنا شايفينه قبل ما يدخل. ليش ما حدا عم بيصدق انه ابوك مات؟ وليش الكل ملاحقينه؟ لانك انت قاعد عائل وما عم تتحرك. انت مفكرني حابب القعده هيك؟ ابي ما عم بيسمح لي. شوف ابني، اذا انت ما نزلت على الساحه ما حدا رح يصدق انه كارا مات. ولحتى ينتسى اسم ابوك بالشارع لازم بالاول يكبر اسمك ويصير محله. اذا بطلع سنتي واحد عن كلمه ابي بيكسر لي عظامي تكسير. ابني أبوك قاعد عم يضحي من شانك بس لنقطة معينة، لأنهم ما رح يخلوك عايش. فكر وحسبها، بدك تخلي حياتك تحت رحمة القدر ولا ما بدك؟ والله ما بعرف شو أعمل. هي سهلة، أنت بالأول قرر وأخوك الكبير بيقول لك شو رح تعمل. شي خبر؟ عم يستنوكم علي. خير معلم؟
عمران اوعك طوّس. امشي لتحت. امرك حاضر. عمران انت خليك عند ابنه لكارا، نحن بنلحقك نشوفه. مثل ما بدك معلم. ست انجي لازم توقعين على هدول الاوراق. ايه طبعا. حضرة المدير بشكرك كثير على اهتمامك. اذا بصير معك اي مشكله اتصل فيني، جرايدي كلها تحت امرك. شكرا كثير لك. يلا بابا. افتح التليفون، افتحه. أخي جوهر؟ ولك أنت شو عم تعمل هون؟ يا ندى يا الله. يا الله. ستي انت جاي بالغلط. بعد بعد ادخل. شوفي انت شو جاي تساوي هون؟ سمعت انك اشتقت لي كتير فحبيت اجي زورك. بتعرف انه هي بتكون مشفى مراد علمدار؟ ايه. وشو فيها؟ بيعصب مراد علمدار؟ مو انت اللي قتلت البير؟ عم بيقولوا كاشف اوغلو قتله.
ليش كاشف أغلو عنده هيك مستوى؟ دائما كنت تستهين بكاشف أغلو شغله. طلع على حالتك وقارنها مع حالته. أنا معروف وين نايم، بس هو ما عنده محل ينام فيه. مظبوط، ما عنده محل ينام فيه، لأنه الزلمة ما بيحب النوم بس بيحب التنويم. إذا كنت مع كاشف أغلو مالك بحاجة لعدو تاني جاي عدوك لعندك على رجليه. لكان خلينا نسمع كل شي عندك يا مين يلي خرب الاتفاق تبعي مع الدولة؟ كاشف أغلو. كاشف أغلو ما عنده هيك قوة. هلأ في مرحلة جديدة ورئيس الحكومة حازم بهاي المرحلة، واللي بده يكون مؤثر بهاي المرحلة الجديدة رح يخلص عليك ويحط توقيعه. إذا بتكون بالقبر رح يطالعوك ويشنقوك مرة تانية. أنت كنت ناوي تشنقني بالزمانات. أنا طالعوني برات كل شي، ما دخلوني بيناتهم. ولك قومت القيامة بسوسر روك، ما في شي بشع ما عملته مع جماعتك، قليل اللي عملته حتى طلعوك بالأخير برات كل شي. قلي لشوف مو هذا اللي صار؟ كارا، إذا مشان هيك جاي لهون ريح حالك. أكلت اللي فيه النصيب بكتير محلات بس ما حكيت عنك شي ولا حتى حرف، وما عملت غير دعاية إلك. سيدي نحن في عنا مشكلة. يعني قصدك اجوا لعندك مشاني؟ لا ما حدا اجا. طيب انت رحت وراجعت حدا مشاني؟ لو كنت عامل هيك شي ما كنت قدرت تجي تحكي معي ابدا. انا ما بشبه كاشف أغلو، بعمل شغلتي على الاخير. معناتها حاكي مع حدا. انت ليش جاي لهون؟ اكيد رح تعرف هالشي، بس بما اني جيت بلا ما روح فاضي. مين ما اجا وسألك عني قل له عايش، قل لهم بدون ما يسألوك لنشوف اي سمكات رح يجوا على السنارة. انت شلون دخلت على هالغرفة؟ في الدركي المسكين حب يساعد خالته الختيارة. هربني من هون معك ومنروح منشتغل سوا. بس أنا ميت، بدك تموت بالأول لتقدر تروح معي. بابا أنا حابة أتمشى. بنتي منتمشى بمحل ثاني. لا بابا بدي شم شوية هوا، حابة أحس شوي بطعم الحرية. ليش ما خبرتوني بقصة كتب الكتاب؟ أنا ما كنت مصدقة لآخر لحظة. يمكن مراد ما حب يعطيك خبر بالقصة، انخجله. من شو رح يخجل؟ معقول هالشي؟ شرف إله إنه ياخذ بنتي. يمكن هو مصدوم شوي من قصة الحمل تبعك، وهي محلولة. برأيي المدعي مخربط له عقله. وهي بينساها، بيكون هلا عم بيفكر فيها لأنه عم ترعى له بنته. بعدين في أكثر من المربيات بالبلد.
معلم عددهم كبير، منتصل بعبد الحي خليه يجي. شكلك ختيرت يا ميماتي. لو كان ميماتي القديم كان هلا فضى فيهم مشتين رصاص. معلم الراس نفس الراس، بس الرجلين والطحال مو مثل ما كانوا. صار لازم اخذ نفس بعد كل مشتين بقوصهم. الو وين انت عبد الحي؟ حاصرنا كاشف اوغلو، لازم تجي لعنا بسرعه. ما راح لحق. عابد قريب منكم، اتصلوا فيه. شو عبد الحي، خفت لانه هو اللي قتل حميد؟ لا تخاف، انا هون ما بخليه يروح. شو هالحكي هذا يا ميماتي؟ عم اقول هيك حتى ما يهرب. انتوا بلشوا فيه وانا ليكني جاي دغري لعنكم. اخي احتمال كبير تكون انكسرت. خدني على المستشفى. ما فيك شيء، مشفى شو هاد؟ روق شوي. يا ربي. هذا كل شيء؟ كنتوا قبل تجيبون بالشوالات. هلا تغير الوضع. تعرف قديش صاروا بيعزبوا هدول هلا؟ فرقوا كل المجموعة. خط السير هذا خط عام ولا هو لليوم بس؟ بس لليوم. ما عندكم وقت كتير. إذا ما بتنفذوها اليوم ما بعرف شو خط سير بكرة. يا ابني المواصلات بجوك تورك زحمة كتير، بدنا نفتح بسطة على الطريق. خذوا بضاعة كل مرة، رح نعمل شغلة كبيرة اليوم، رح نعمل شغلة كبيرة كتير. انت روح لهنيك.
شو جايب وراك مراد على مدار؟ شو بدك أكثر من هيك؟ بدل ما تتعذب بهدوك أوصل بدك تلاقي رسالة أحسن من هيك للدولة؟ كاشف أغلو أنت مثل القط ما معروف وين بتحط رجلك وكيف شو في حسني؟ معلم الست انجي وسيد داود تعرضوا لحادث سيارة من شوي. شو عم تقول انت؟ حادث شو؟ معلم في شخص صدمهم قدام السجن وهرب. هلا هن ما ماتوا بس اتضعضعوا. حول والولد؟ لسه بكير كثير لنقول اي شيء معلم. هلا هن فاتوا على قسم الاسعاف. ماشي حسني. قول السيد تركي خليه ياخد اجراءات امنيه مشدده حوالين المستشفى وما تدخلوا حدا من الصحافه. تحت امرك معلم. شو صاير معلم؟ في سياره ضربت داوود وانجي. وشلون وضعهم هلا؟ وضعهم خطير يا بيماتي. معلم خلينا نروح. قدي الساعة معك؟ 5:45. امشي بماتي. المنظمة رح تستهدف أطفال ضباط الشرطة. معنا ربع ساعة. صبرني عليه يا رب اعطيني الصبر. يلا موت موت. بكفي لعب. شاء الله امي. خذ كتابك ابني ودرس شوي. بس شوي امي. لا خلاص حاجتك لعب بكفي. بس شوي امي. وقفي شوي. وقفي بقى لك حاجتك ما بدي. خلاص ان شاء الله امي انت وعدتيني. خلاص امشي يلا. الله الله كفي. ليش عم تعملي هيك؟ رجعني حاجتك بقى وعدتيني. رجاءً ماما الله يخليك. يا ماما رجاءً شان الله ماما. ماما رح تسعليني منك. يا ماما انت وعدتيني. الناس كلها بيطلعوا علينا. ما بدي ما بدي انت وعدتيني. شو حيش الباص يلا يلا بسرعة. ما بدي ما بدي. تعالي يلا. لا ماما يلا تعالي شو. الله يخليك يا ماما شوي يلا. يلا قوام. شان الله ماما. يلا بنتي يلا. يا الله منك يا ماما. لك يلا. ما بدي مو انت اللي وعدتيني يا ماما. ماشي وعدتك وبعدين شوفي عمو عم يطلع خلص علينا. خلص ماما الله يخليكي. انتي لا تعملي لا هيك. يلا خلص بدي ضل شان الله يا ماما. شان الله عيب عليك. يلا خلص مشي يا ماما. بس شوي العالم كله عم ما بدي علينا. يا
بدي وعد شوم عليك ما بدي لك يلا بقى يلا يا ماما بدي ضل يلا منك يا ماما عم لك بدي ضل تعال ما بدي كثير هيك يلا اركبي يلا يلا حبيبتي يلا خليكي شاطره ويلا اسكتي اسكتي يا شوف وينك انت؟ انا بالطريق اي طريق هاد؟ جاء على طريق غوك تورك المنظمة رح تهجم على باص الشرطة طيب اعطيته خبر للشرطة؟ اعطيناهم خبر يا فهمان انت روح على محل ما قلت لك اخي لو نورجيها لدكتور رح اجيب لك دكتور استناني هون لا تروح على محل خليك هون ما بتأخر لازم تروح من طريق خير ليش شوفي
شكرا لك. روح ساعد المعلم. لازم تقتلني يا حمار. رح صير اجي زورك بالسجن كمان. لك سجن شو هاد؟ ما بقى بيخلوكم بالمستشفى. كارا، امتى رح اخلص من المشاكل اللي عم تعمل لي اياها؟ ما بيكفيني اللي فيني؟ تخلص لما بتموت. هي المشاهد خليهن معك ذكرى. شكرا مدير. تأمرنا بشي تاني معلم؟ اذا طردوك من الشغل لا تزعل، لا تنسى أخوك رجع على الساحات. شلون؟ الدرجة تبعك هون. ايه حسني؟ معلم، دخلوا الست انجي على غرفة العمليات، ولهلا ما قدرت اني اجيب لك من الدكاترة خبر منيح او خبر مو منيح. ما حدا منهم عم يرضى يحكي ولا كلمة. عمران، ما تتحرك من محلك. ماشي حسني، أنا جاي على الطريق. ما يروح على محل ما هيك معلم؟ وين ما بيروح ابنه لكارا بيروح وراه، وما يحسس حدا عليه. سمعت عمران؟ إيه سمعتكم معلم. لا ينشغل بالكم علي بنوب. هذاك الحقير مات ما هيك؟ عمران، ما بصير تحكي هيك عن الميتين. بعدين نحن مين قتلنا لحتى نقتل هذا السافل يا عمران؟ نحن حولنا لعند ربه، والله هو يلي بجازي لهذا الحقير. انت وعمران ما فيكم تغيروا عادتكم. معلم هذا بيطري لي لساني. لطش هاد ولطش هداك. لا تبلشي تخبصي، كل العالم بتخاف منك لأنه شخصيتك قوية، وهلأ ضعفتي قدام مراد؟ بدك يعني روح قول لمراد لا تتزوج إنجي وتزوجني إلي؟ لا بموت أحسن لي. إيه أنا بروح بقول له. الزلمة عطى قراره وحدد خياره وخلص. يا ترى شو عم تعمل رهف هلأ؟ ما تكون عم تعذب بابا عمر. الإنسان لازم يضعف ولو مرة واحدة بحياته. مظبوط، عملتها مرة وروحت قلبي فيها، ما في داعي عيدها. زلمة بيحبك، ما عم تفهمي؟ بيحبك رغم كل شيء. بيحبك مع أنه بده يتزوج من هاي المجرمة. شو هالحب هادية؟ شو في جمال؟ قلتلك لا ترن للي أكتر من مرتين. شو عم تقول؟ ماشي ماشي شكرا. والله بينخاف منك. انجي وابوها ضربتهم سيارة وهنن طالعيني من السجن، واثنين بغيبوبة. لا عم تمزحي. انو مزح؟ شو حظ هالزلمة هاد؟ اخلصينا بقى، عم بيموتوا يا بنتي. ليش بعرف شو عم اقول انا؟ قومي لنروح على المستشفى. شو قلنا شغل بالمستشفى؟ حابة اكون واقفة جنب مراد. برافو عليكي. لا لا، رح يفكرني فرحانة باللي صار. تأكدي إنه ما حدا رح يكون فاضي ليفكر بشي. بس أنا برات البلد. شفتيهم بالتلفزيون يلي ماتوا من بيت تتر أغلو. ماتوا ما عم تخبريني ما هيك؟ ليلى،
شو يعني بيدخل واحد على المستشفى وبيدخل على غرفة المدير وما في تصوير وما في حراس؟ شو يا عبد الحي؟ معلم حكيت مع مدير الحراسة، واحد منوثق فيه ما بيعرف شو صار. هذا كاشف أغلو ما هيك عبد الحي؟ لا ميماتي، عم يقول كارا طلع من قبره عم يدور بالساحة. معلم ما فهمت، ليش رجعوا للمدير على السجن؟ مع اني شخصيا ترجيت الشباب بس ما ردوا. طبعا رح يرجعوا لك، كان رح يتركوه هون. سألتوا المدير مين يلي دخل على غرفته؟ سألته شخصيا بس للأسف أخذوه قبل ما يجاوب. ليش رح يرضى يقول؟ واحد فات على غرفته هون، إذا ذكر اسمه بالمرة الجاية بيدخل على زنزانته بيقوصه. عليها العافية. مبروك عليكم، وضع الست أنجي والطفل مستقر، بس وضع السيد داود بعده تحت الخطر.